سلام عليكم. هاي جاي، شوف ما في، اسمي صوفيا. اليوم بدي بسألك طلاب العرب عن كأس العالم 2022. يلا. سلام، مرحبا. شو اسمك؟ محمد بوان. مرحبا. شو اسمي؟ ليانا. روز. السؤال الأول، شو فكرتك إنه قطر كانت مضيفة كأس العالم بهذا السنة؟ شيء أول شيء مفخرة للإسلام، مفخرة للعرب، مفخرة لجميع الشرق الأوسط بشكل عام، إنهم يعني بيساووا إشي يلفت انتباه وبيعطي فكرة عن الإسلام أو عن إيات إشي بالشرق الأوسط، إنه يعني إحنا بلد متطورة، إحنا بلد مش بعدنا على الجمال، إحنا بلد تقدمنا. العمارات اللي عندنا صارت تضاهي في الغرب ايات اشي. صح، حلو. يعني انه قطر كان اول بلد مضيف، صح؟ صحيح، بلد عربي ولا مسلم بشكل عام شرق الاوسط. انه عربي اشي بفتخر فيه، وكل العرب المفروض يفتخروا فيه. انا بحكي كمان انها فكرة حلوة. حلو صراحة، ما في زيادة، بس انه هو يعني دفعوا كل اللي دفعوا، بيسووا كل اللي عملوه، بس ما استغلوش على فريقهم. برضه زي الشباب. كأس العالم، ما بعرف، قطر كان من انجح كأس العالم على مر التاريخ. شو اسمه؟ جمع العالم كله تحت مسمى قانون العرب. وكمان راية الاسلام نشرناها على جميع النواحي. اشي حلو انه يكون المباريات بمكان عربي. بس حدث اكيد حلو، التجهيزات اللي عملتها قطر كثير كانت حلوه ومميزه. هاي اول مره لبلد عرب، صح؟ بالضبط. فشيء فخر لنا يعني احنا كعرب، وخاصه كمان بعد فوز السعوديه لما انتصرت على مين انتصرت؟ السعوديه، الارجنتين. فكان برضه يعني حدث كثير حلو ومهم. والله هاي ما هي غريبة على العرب، استقبالهم بالمونديال، القرآن، يعني صحيح أفكار. بالنسبة للناشد أسلمت، يعني كثير ناس أسلمت، كثير جدا يعني ناس أسلمت لحد الآن. إن شاء الله نقول إن شاء الله كل كافر أو خارج الإسلام يدخل الإسلام من خلال المونديال. شكر قطر على هذه الاستضافة الرائعة الحلوة، وقطر بالنهاية طبعا عز وفخر. والمسلمين ايش ثقافتهم وايش معنى الإسلام، عشان ياخذوا الفكرة الإيجابية عنهم، ما ياخذوا الفكرة السلبية. اغلب الثقافات الاوروبيه واللاتينيه البلدان الاخرى اللي كانت تستضيف كاس العالم كانت العادات والتقاليد بها نفس المبدا. هي اول مره سافرت للقطر؟ نعم، هي اول مره للعرب. والله هو اجمل كاس عالم صراحه فقط في التاريخ، يعني خصوصا الدعم الاسلامي اللي كان موجود ودعم المسلمين ونبذ الحركات التطرفيه الموجوده حاليا. هذا اول مره لبلد عرب، صح؟ طبعا اكيد، اول بلد اسلامي. سؤال ثاني، شو شعرك لما السعوديه فازت؟ اوهو لسه لا حد امبارح كنت مبسوط، بس طلعوا خلاص. الحمد لله، هسه ان شاء الله المغرب اليوم. المغرب اليوم باذن الله ان شاء الله اليوم كلنا العرب. يعني شعور لا يوصف، حتى لو انه الواحد بيكون مثلا مشجع ارجنتيني، ولكن النخوه العربيه او بشكل عام الاسلاميه بتكون مع حب كلنا بلاد واحده. يعني لا مثلا ما بنشجع السعوديه للسعوديه، كلنا بلاد عرب، كلنا بنكون مكان واحد. لا بيكون شخص هذا بالاخص كليات، يعني بتكون بلاد مقتصره على العرب كامل، ما بتمثل السعوديه، لا بتمثل الاردن، السعوديه، سوريا، بكل بلاد العربيه. يعني هاي غير متوقع، صح؟ للسعوديه اكيد. ما حدا توقع انه السعوديه تفوز صراحه، بس عملوها يعني شيء فخور فيه. انت تعرف اني شيء؟ لا عادي. كثير كثير انبسطت صراحه، بما انه انا كمان إلي كثير صحبات من السعوديه فشاركتهم الفرحه هاي. يعني كل العرب يحتفل، صح؟ بالضبط، يعني مش بس السعوديين انبسطت، كل البلدان العربيه انبسطت. والله انه هذا الشعور لا يوصف. مثل ما بيقول له اللهم صل على سيدنا محمد، انه فخر واعتزاز برضه كمان، وحسسنا بفخر الامه، يعني خلانا نحس بروح انه روح رياضيه انه عربي فاز.
والله انبسطت كثير وزعلت كثير امبارح لما خسروا. هاي غير متوقعة صح؟ جدا وغير متوقعة. اي فريق شجعه؟ فرنسا، برازيل، ارجنتين، برازيل. حاليا المغرب، فاذا طلعت المغرب الامل بالبرازيل. والله احنا مشجع البرازيل، كنا حابين قطر انه تكون يعني خلنا تكون اقوى من هيك السعوديه، هذا ان شاء الله المغرب اليوم تكون كمان محض حظ تطلع دوسه. ما بتابع انا كثير مباريات صراحه، بس انه كنت اشجع اي بلد عربي بشجعه، يعني تونس، المغرب، السعوديه وهيك يعني. سعوديه وتونس واسبانيا. اسبانيا عشان جافي صح. انا ما اروح. انا بشجع الرمثه الشربون الفيصلي. احنا بالنهايه مع المغرب بعد العرب. انا بالنسبه لي مشجع الارجنتين بعد العرب، بعد المنتخبات العربيه البرازيل. برازيل هولندا. هولندا انا حاليا كنت اشجع المانيا، لكن بعد الحرب اللي عملوها هاي عشان الشوات فلا بشجع البرازيل. ميسي، رونالدو ونيمار. اكيد كريستيانو رونالدو. اكيد رونالدو. انا رونالدو كمان، يعني تعرفوا يعني تعمل سو سو صح؟ ارتقاءه لحاله بخليك شجع رسم عنه. ميسي ميسي. شو اغنيه احبها اكثر بكاس العالم؟ يعني هي اغنيه رحبوا هاي. مش تك تك فيها شيء حلو، واحنا شو تابعين زي ما نقول هذا الواحد متابع مباريات فقط. بس ممكن نغني شيء في شكلها. لا مريم فارس اكيد. بالضبط. مريم فارس. سلام عليكم، خلوا الفرحة بإيديكم. اكثر اغنيه الواحد متحمس عليها كانت اغاني شكيرة. شكيرة ابدا طبعا. ممكن شويه حلوه اللي هو تبع الكي بوب، نسيت شو اسمه. جون كوك. جون كوك كانت نوعا ما حلوه، انه بالانجليزي نوعا ما انا بتعبر شوي عن كاس العالم، بس توك 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 تقليد ما بزبطش. تقليد ما بزبطش. كيف ارحبوا؟ رحبة حلوة. حلو صح؟ حلوة. شعر عربي. ممكن هي الأجمل يعني نوعا ما فيها. أيوة هي هاي. عجبتني. حلوة. وغني؟ هل ممكن تفكر يعني بتتوقع فريق عربي ممكن يفوز بكأس العالم؟ مغرب. إن شاء الله. فرنسا. 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 فر
برازيل ان شاء الله برازيل كاس العالم وان شاء الله ان شاء الله برازيل والكاس للارجنتين بس اكيد للمغرب ان شاء الله اكيد ان شاء الله يعني ان شاء الله انا كمان بتمنى اعجبك لا البرتغال لا البرتغال يلا ان شاء الله البرتغال اليوم برتغال المغرب فريق قوي بس صعب شوي عليه يعني في افرطه اقوى منه لقدام زي الارجنتين برازيل فرنسا احنا مع المغرب ان شاء الله يعني هاي مش مستحيل صح؟ نعم؟ يعني مش مستحيل لا ممكن يعني كل شيء وارد في عالم كرة القدم والله في يعني احنا كنا حابين الجزائر تطلع التصفيات الجزائر منتخب عربي يعني بيلعب بالروح العربية والمغرب ان شاء الله اليوم بتكون راح تكون ان شاء الله لها حظ قوي كنا حابين السعودية كمان تطلع ولكن يعني لم يحلف الحظ انه بالخساره ولكن يعني ان شاء الله احنا افريقيا البلاد العربيه الافريقيه اقوى من الها لانها قريبه لانها قريبه فالمغرب ان شاء الله اليوم بتكون تاهل للدور 16 باذن الله تمام ان شاء الله يسلموا حبي كره القدم ولا بس نيمار بس نيمار بس انا الموضوع مع نيمار اليوم المغرب نشوف الفرق العربيه مش مؤهله جدا لتلعب ضد الفرق الاجنبيه والله اذا المغرب لعب لعب حلو فاحنا نتمنى له يفوز وبنشجع المغرب طبعا اليوم الساعه 6 ان شاء الله يعني مش مستحيل لا مش مستحيل طبعا المغرب دوله قويه جدا يعني ما هم اشرف حكيم ما هم لاعبين كثير استحقاقين كثير لاعبين والله بتمنى لهم يفوز صح صعب جدا مقارنة بالمغرب كبطل كأس العالم خسر من السعودية يعني المغرب يعني قدمت أداء مشرف فازت على مين على بلجيكا يعني بلجيكا المنتخب فاز على البرازيل بالنسخة السابقة يعني ان شاء الله احنا لازم نكون ندعمهم يعني ونشجعهم نعطيهم القوه انه انتم بتقدروا تسووها يعني مش اي منتخب عربي انه ما بيقدر او مش مؤهل لا ان شاء الله يكونوا مؤهلين لكاس العالم يعني مش مستحيل صح لا طبعا تسلموا